الفرق ما بين الأكل في الأيام العادية والأكل في رمضان. الأكل في الأيام العادية. إيه يا مامي، عاملة إيه للغدا النهاردة؟ شوربة عدس ورز، إيه رأيك؟ كل يوم شوربة عدس، كل يوم شوربة عدس. خلاص يا ليلي، بكرة هعمل لكم حاجة مختلفة. هتعملي لنا إيه؟ شوربة عدس ورز. الأكل في رمضان. إيه يا مامي، عاملة إيه على الفطار؟ محشي ورق عنب وفراخ محمرة وملوخية. كل يوم فراخ، كل يوم لحمة، مفيش حاجة مختلفة يا مامي. ما تعملي لنا شوربة عدس. عدس؟ عدس ايه يا احمد في الصيام؟ يا مامي تغيير، احنا زهقنا من الملوخية واللحمة والفراخ والبط. ايوه صحيح، فكرتني، بكرة ان شاء الله هعمل لكم بط. ودلوقتي معادنا مع فزورة النهاردة، وفزورة النهاردة بتقول: ما هو اسم الصحابي الجليل الذي عند موته اهتز له عرش الرحمن؟ أول خمسة هيجاوبوا صح هنطلع اسمهم وصورتهم في الحلقة الجاية. وأكتر حد اسمه هيتكرر معانا على مدار شهر رمضان هنتواصل معاه وهيكون ليه جايزة مفاجأة في نهاية الشهر. وكل سنة وانتوا طيبين. رمضان كريم فتح يا عيني.